بسم الله ما شاء الله. اليوم راح نقدم لكم طريقة أكلة بالقرنبيط، بما أنه هسه موسم القرنبيط ودائما موجود بالسوق. بالبداية نحتاج بصل، رأس بصل، وعندنا هذا قرنبيط أقل الكيلو، يعني 600 700 غرام. راح نقطعه بهالشكل هذا، ونحتاج أيضا بيض وثوم وملح وكرفس وفلفل أسود. راح نقطع هيك مكعبات هذا القرنبيط ونخليه بالطاوة، ونضيف فوقه مي ونسلقه نص سلقة يعني مو كاملة على النار، بس شوية يذبل. وهذا هو بس مثل ما تشوفون هنا عندنا نسلق شوية هذا القرنبيط، راح نصفيه. من نصفيه نرجع النوب نخليه له مي ونخليه على النار، ونرجع مرة ثانية مي ونار لمن يستوي يعني استواء كامل. هنا من بعد ما استوى راح نضيف له زيت حسب الحاجة اللي تردوها، ونبدي نقلبه لحد لمن ينحمس يعني يصير لونه أحمر هالشكل هذا حمس. ويانا راح نضيف البصل، البصل حسب رغبتكم، راس بصل، نص راس، هذا اللون البصل يعني بنفسجي او البصل الابيض، اي بصل تختارونه عادي. نرش هناك الملح، حطينا هنا 6 بيضات وفلفل اسود والملح والثوم، وراح نضيف هنا الكرافس او البقدونس، ونخلطه سوية ونديره فوق القرنبيط هالشكل هذا. طبعا هاي الاكلة احنا كلش نحبها ودائما نسويها، خصوصا بالشتاء يعني ما متوفرة هواي مواد بالسوق فواكه أو خضار، فنديره بهالشكل هذا ونطبقه لحد لمن يستوي، يستوي من فوق ومن الأعلى. هسا عندنا مستوي، نشوفه هيج نحركه شوي شوي، نشوفه إذا ما مستوي نرجع نطبقه. بعدين نقلب الأكلة بالماعون بهالشكل هذا، ونخليها نرش هنا فوقها شيء اختياري، مثلا هذا فلفل أحمر أو فلفل أسود، وشوية هنا كرفس. طبعا كلش طيبة، وجربوها خصوصا ويا الشاي، طعمها كلش طيب، تفيد وقت العشاء او حتى لو الغداء هم كلش طيب طعمها. وشكرا على المتابعة وسلامتكم.